يا مساء الخيرات على حضراتكم، بنرحب بيكم حلقة جديدة من مصر بداية الأسبوع السبت 28 ديسمبر 2019. النهاردة الحقيقة عندنا فقرتنا السبتة كل يوم سبت، ولقانا مع مولانا فضيلة العلامة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. لقاء كلنا الحقيقة بنستناه، وأنا أول واحد حابب ينتظر دايما هذا اللقاء. حلقة النهاردة إن شاء الله مع مولانا هنرد فيها على كل الأسئلة اللي حضراتكم بعتوها قدر الإمكان، يا رب ربنا يكرم، يعني قدر كبير من الأسئلة اللي حضراتكم بعتوها على صفحتنا على الفيسبوك، وإن شاء الله تنال رضا حضراتكم، ودايما بيكون فيها العلم اللي دايما الكل بيسعى إليه أو بيلتمسه. لكن قبل ما نروح لهذه الفقرة ونستقبل مولانا، خلونا بس الأول نمر على مجموعة من الأخبار المهمة والأحداث المهمة اللي حصلت في مصر وحتى في محيطنا العربي والإقليمي. نبدأ النهاردة من اللقاء المهم اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، عشان يناقش الحقيقة ملفين مهمين، ملف التطورات الداخلية والملف الخارجي. في الملف الداخلي الاجتماع تطرق إلى الأوضاع الأمنية ومستجدات مكافحة الإرهاب، وكذلك المؤشرات الاقتصادية ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل للشباب عن طريق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. في الملف الدولي أو الإقليمي الحقيقة كان في ملفين مهمين النهاردة تم استعراضهم في اجتماع السيد الرئيس برئيس الوزراء والوزراء. الملف الأول كان مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل تسوية الأزمة الليبية على نحو شامل ومتكامل بيحفظ أمن ليبيا واستقرارها ومؤسساتها الوطنية ويحد من التدخلات الخارجية. وبالمناسبة لينا وقفة في حلقة النهاردة مع هذه التدخلات الخارجية التركية. الاجتماع كمان تطرق في الشأن الخارجي إلى ملف سد النهضة في إطار تمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق يراعي كافة الأمور المتعلقة بمصالحها وحقوقها المائية في نهر النيل. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ومحافظ البنك المركزي ووزراء الخارجية والبترول والثروة المعدنية والعدل والموارد المائية والري والداخلية والمالية والتجارة والصناعة ورئيس المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات، في مقدمتها استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن وتوفير الأمان للمواطنين سواء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائي، وذلك لصون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي. وعلى الصعيد الخارجي تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات في هذا الصدد، من بينها تطورات الأوضاع السياسية على المستويين الدولي والإقليمي في ضوء التحديات التي تهدد أمن المنطقة وسبل مواجهتها بما يحفظ ويصون أمن مصر القومي. كما تم تناول تطورات مفاوضات سد النهضة في إطار تمسك مصر بالتوصل لاتفاق يراعي كافة الشواغل المتعلقة بمصالحها وحقوقها المائية في نهر النيل، خاصة تلك المتصلة بملء وتشغيل السد، بما يحقق في ذات الوقت مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا. الاجتماع تطرق أيضا إلى متابعة تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة وتطورات سعر الصرف والإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق بمواصلة الحكومة جهودها من أجل خفض عجز الموازنة وتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام. كما تطرق الاجتماع إلى آخر جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة البترول والغاز، لا سيما من خلال التطوير والتحديث الجاري لقطاع البترول والغاز.
ووجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في تحديث وتطوير قطاع الغاز والبترول، بالإضافة إلى التركيز خلال الفترة القادمة على المزيد من مشروعات البنية الأساسية في هذا الإطار. كما تم استعراض جهود الدولة لتنمية الصناعات المتوسطة والصغيرة التي تمثل النسبة الأكبر في هيكل الصناعات المصرية وتشكل قاطرة للتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى عرض التقدم المحرز على صعيد المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية بما فيها مشروعات البنية التحتية. النهاردة كان في حدث عالمي فريد شاهده المتحف المصري الكبير، حدث بيليق بهذا المتحف وبشغف العالم كله لرؤية أثاره اللي هتكون إن شاء الله موجودة فيه ويحتويها بعد شهور قليلة جدا جدا. إيه هي الفعالية دي؟ المتحف دخل موسوعة جنس للأرقام القياسية عن طريق رسم أكبر لوحة بعدد من أكواب القهوة. تم رسم صورة لقناع الملك توت عنخ أمون باستخدام 7260 فنجان قهوة أو كوب قهوة مصنوع من الموزايك كرمز للمحبة والترحيب. تصميم رائع زي ما حضراتكم كده شايفين، 7260 كوباية قهوة. القناع بتاع الملك توت عنخ أمون اللي حضراتكم شايفينه يتصمم على مساحة 60 متر مربع. ده موجود في الساحة المعدية لمنطقة المطاعم المفتوحة في المتحف المصري الكبير. والحقيقة كان في أجواء من البهجة والسعادة في هذا الحدث التمهيدي اللي بيبدأ يعرف الناس بهذا الحدث التاريخي الكبير اللي هتشهده مصر والعالم بافتتاح المتحف المصري الكبير ان شاء الله. بالمناسبة ده مهم جدا انك تلفت الانظار لشيء ما او لحدث ما او لمكان ما، ده شيء متابع على مستوى العالم. هنشوف مثلا ان في سيدني، مثلا في سيدني تم رسم اكبر لوحة للموناليزا وقتها، ده كان في 2009 في سيدني في استراليا، اترسمت ب 3640 فنجان قهوة. في هونولولو في الولايات المتحدة برضو تم رسم اللوحة في 2012 باستخدام 5642 فنجان، لكن عندنا هنا في مصر وصلت هي عدت الأعلى والأكبر ورسمناها ب 7260 كوب قهوة صورة قناع توت عنخة أمون، وبالتالي دخلت موسوعة جنس للأرقام القياسية. تعالوا نشوف الصورة الجميلة والتقرير. انطلقت اليوم احتفالية الترويج للمتحف المصري الكبير على مساحة 60 متر مربعا وباستخدام 7260 كوبا قهوة. قام مجموعة من شباب الفنانين المصريين برسم قناع الملك توت عنخ أمون سعيا للدخول بهذا الرقم موسوعة جينيس للأرقام القياسية. من الأحداث الهامة اللي بتؤكد اندماج الوزارتين، وزارة السياحة ووزارة الآثار مع بعض، وتكاملهم في خدمة ملف السياحة ودعم هذا المصدر القومي لدولتنا. اللي كان الرقم القياسي لمجموعة جينيس أو موسوعة جينيس كان 4700 كوباية قهوة اتعمل بها وجه بشري لألفيس بريسلي، وكان في وقتها طبعا أشهر واحد. النهاردة لما بيتكلم في عام 2019 و2020 لازم يختار أشهر مكان في العالم. النهارده اتكسر الرقم ده ب 7260 فنجان قهوه بيعمل ماسك توت عنخ امون. ويسعى المجلس الاعلى للاثار لتخطي هذا الرقم ليضاف الى انجازات المتحف الذي سيبهر العالم عند افتتاحه خلال عام 2020. بالنسبه لنا الشروط لاي رقم قياسيه لازم تكون شروط دقيقه. الاكواب تختلف في اماكن كثيره في العالم، بس المساحه الجماليه دائما بتكون ثابته. فالرقم القياسي هو اليوم ما بيعتمد على كم عدد الاكواب المستخدمه، بس على المساحه الاجماليه، عشان سواء كانت الاكواب صغيره او كبيره ما بيأثر الرقم القياسي. اخترنا الماسك بتاع توت عنخ امون ليه؟ لان الماسك بتاع توت عنخ امون يعتبر ماستر بيس في الكوليكشنز بتاعت الملك توت عنخ امون، اللي هي حوالي ما يزيد عددها عن 5600 قطعه. سوف يتم عرضها في المتحف المصري الكبير في قاعتين، القاعتين خصصوا للملك فقط، الملك واثاره. هذه الاحتفاليه تاتي ضمن جهود وزاره السياحه والاثار من أجل الترويج والتعريف بالمتحف المصري الكبير الذي يعد أكبر متحف مفتوح في العالم
من المتوقع أن يستقبل 5 ملايين زائر سنويا. ياسمين جبريل من مصر. شكرا جزيلا ياسمين على التقرير، وان شاء الله يكون وجه توت عنخ امون وقناع توت عنخ امون باذن الله هو خير افتتاح لهذا الحدث الكبير بعد شهور قليله وافتتاح المتحف المصري الكبير. بمناسبه بقى الافتتاحات، النهارده بتحل الذكرى 166 لانشاء متحف الفن الاسلامي في القاهره. ده اكبر متحف اسلامي في العالم، بيضم مجموعه متنوعه من الفنون الاسلاميه على مدار العصور، يعني اكبر بقى من اللي موجود في توبكابي والموجود معرفش فين في اسطنبول، اللي فيهم حاجات اساسا هي مسروقه من الدول الاسلاميه لما كان الاتراك والعثمانيين كانوا بيعيشوا في البلاد العربيه فسادا، سرقوا الحاجات دي ونقلوها متاحف اسطنبول. ولكن متحف الفن الاسلامي الموجود في القاهره واللي احنا بنحتفل بيه الحقيقه ده على الذكرى ال 166 لانشائه، هو واحد من اكبر المتاحف الاسلاميه، بتضم مقتنيات مختلفه ومن العماره والنقوش والفنون الموجوده زي ما حضراتكم شايفينها. ده اللي قدرت مصر وقدرت الاجيال المتعاقبه انها تحمي تراثها وتحمي التراث الاسلامي من هجمات وسرقه وعربده العثمانيين في الازمنه الماضيه. المتحف الحقيقه كان عنده النهارده عدد من الفعاليات وهو بيفتتح هذه الذكرى وبيحتفل بهذه الذكرى. كان في ندوات، كان في ورش، كان في مجموعة من العروض الحقيقة للمقتنيات النادرة، القطع الأثرية الحقيقة ممكن يكون بعضها بيعرض لأول مرة في المتحف الحقيقة، مقتنيات مهمة جدا لحقب تاريخية في التاريخ الإسلامي والعمارة الإسلامية، مهمة جدا وفريدة جدا ولازم الناس تتعرف عليها وتشوفها. ده الحقيقة في الوقت اللي كان فيه ناس تانية بتحاول ان هي اما تسرق او انها تشوه او تدمر. يعني لو رجعنا بالذاكرة متحف الفن الاسلامي اللي حضراتكم شايفينه ده ومقتنياته، تتذكروا في 2014 وقت العملية الارهابية اللي استهدفت مديرية امن القاهرة، كان الحقيقة المتحف ده هو واحد من الاماكن اللي اديرت واديرت بشدة واتهشمت فيه بعض الارفف وربما بعض المقتنيات، وتكلف اكتر من 50 مليون جنيه عشان يرجع تاني للنور بعد تخيلوا 160 سنة. يعني بعد 160 سنة بيتعرض لهجمة تتارية تانية وعربدة تانية عن طريق الإخوان. احنا بنتكلم الاحتفال بالذكرى هذه السنوات، يعني الذكرى 116 عفوا، يعني لإنشاء هذا المتحف، يعني بعد كل السنوات دي بيجي في 2014 الهجمات الإرهابية اللي عملوها الإخوان واللي كانت منها مديرية أمن القاهرة، ولكن الحمد لله ربنا سلم والمتحف أمام حضراتكم بيحتفل ب 116 سنة على إنشائه وبيتم عرض هذه القطع الأثرية الفريدة والنادرة. وبالمناسبة المتحف قعد مقفول 3 سنين كاملة عشان أعمال الترميم نتيجة العربدة الإخوانية والهمجية الإخوانية اللي كانوا طبعا قاموا بيها، وكان نتيجتها من أعمالهم الإجرامية استهداف مديرية أمن القاهرة وبالتالي تحطيم أجزاء مهمة من متحف الفن الإسلامي. الإخوان بس الحقيقة ما كانش اغتيالاتهم ثقافة وتاريخ وحتى هوية، ولكن طبعا الاستهداف الشخصي والاغتيال الشخصي مش بس المعنوي حاضر وحاضر بقوة في تاريخ الدم بالنسبة لهذه الجماعة. وتتوافق الأقدار والمشيئة وإن يجي النهاردة برضو 28 ديسمبر عشان ذكرى مهمة، ذكرى بتفكرنا بالتاريخ الدموي وأجندة الاغتيالات اللي نفذتها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. زي النهاردة 28 ديسمبر سنة 48 تم اغتيال رئيس وزراء مصر محمود فهمي النقراشي على ايد الإخواني الإرهابي عبد المجيد أحمد حسن. عملية الاغتيال دي بعد 20 يوم بالتمام والكمال من قرار النقراشي بحل جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وده كان رد فعل مباشر وتصفية بدم بارد من حسن البنا ورفاقه وقتها اللي كانوا بيتزعموا هذا الفصيل الإرهابي المنشق، بتصفية النقراشي باشا واغتياله بعد ما لبس الإرهابي اللي نفذ العملية لبس ضابط شرطة ودخل للنقراشي باشا في الأسانسير في مدخل الوزارة واغتاله يوم 28 ديسمبر سنة 48 بعد 20 يوم بالظبط من
قرار قراشي باشا بحل الجماعه. معانا على الهاتف ضيف عزيز الحقيقه بنتشرف بوجوده معانا على الهواء، الاستاذ الدكتور هاني النقراشي نجل محمود باشا فهمي النقراشي رئيس وزراء مصر الاسبق. دكتور هاني مساء الخير على حضرتك. مساء الخير. دكتور هاني، حضرتك شايف السنين اللي عدت دي ازاي بعد اغتيال النقراشي باشا؟ هل كنت تتوقع ان يستمر الاخوان في هذه الدمويه بعد اغتيال النقراشي باشا حتى وصلنا الى السنوات الاخيره وشفنا كم الاجرام وكم الدم اريق الحقيقه بيد هذه الجماعه؟ قبل ما ابتدي الكلام احب اقول شهاده على جميع شهداء مصر اللي ماتوا على ايد الاخوان وغيرهم وما زالوا بيموتوا في سيناء وغيره بيضحوا بحياتهم في سبيل مصر وفي سبيل شعب مصر. الحقيقه بعد هذا الاغتيال وبعد المحاكمات اللي حصلت لهم وبان الدور بتاعهم كده انهم بيستهدفوا الناس الوطنيين. احمد ماهر كانوا بيه وبعدين قتلوا القاضي احمد القزندار وبعد كده قتلوا والدي اللي كان التاريخ بتاعه معروف الوطنية وهو مكافحة الاحتلال الانجليزي كل حاجة. يعني دي كان خدمة للانجليز بيقدموها هم. يعني حضرتك بتؤكد ان اغتيال ان قراشي باشا كان خدمة للانجليز؟ كان خدمة للانجليز من الاخوان الانجليز يعني هم المستفيدين. طيب يعني من خلال طبعا قراءة حضرتك للتاريخ، ولكن خليني أقف مع حضرتك لأن سن سيادتك وقتها كان 13 سنة تقريبا وقت بالظبط وقت اغتيال الوالد رحمة الله عليه نقراشي باشا. تتذكر حضرتك الظروف اللي كانت محيطة؟ هل كان بيشعر بالتخوف؟ هل كان وصلته معلومات عن تخطيط الإخوان والتنظيم السري بتاعهم لاغتياله؟ يعني أكيد وصلته الأخبار دي وسمعت من والدتي بعدين انه البوليس عرض عليه ان هو يلبس قميص واقي ضد الرصاص وهو رفض انه يلبسه. يعني قراشي باشا رفض يلبس القميص الواقي. ايوه. وكان رؤيته ايه يا فندم؟ يعني عن قرب كده بقى بعيدا بقى عن السياسه وما كان ينشر وقتها في الصحافه، الوالد كان رؤيته ايه لتنظيم الاخوان الارهابي وقتها؟ هو ما اتكلمش وياي انا. لان انا كنت طفل صغير في 13 سنه ما يقدرش يتكلم وياه في الحاجات دي. لكن كان واضح ان هو اتكلم مع الناس اللي قريبين منه وخصوصا الناس اللي شغالين في وزاره الداخليه وازاي الاعمال بتاعتهم كان باين انهم بيعملوا اعمال تخريبيه كتير لانهم فكروا بعض السينمات تمام غير كده على اساس ان السينمات دي حاجه فيها كفر وحاجات بعيده عن الاسلام وكان الاعمال بتاعتهم يعني مشينه بحاجات كتيره جدا وكان يجب ردعهم والتخلص منهم بشكل يعني واضح. فلما حصلت الاغتيالات دي خصوصا احمد الخزندار كان شايف انه الطريقه الوحيده هو انه يقفل المجموعه دي ويحاول يصفيها. ده كان الانتقام بتاعهم منها. طيب لو الزمن عدى والزمن رجع يا فندم بينا، وطبعا الوالد رحمه الله عليه ان قراشي باشا دفع حياته ثمن لهذه الوطنيه وهذا القرار الشجاع، ولكن هل ترى بانه لو عاد التاريخ وبقينا في 2019 هل بالفعل كان لابد من حل جماعه الاخوان المسلمين الارهابيه وقتها والان وحظرها؟ رغم الثمن اللي دفع فيها؟ طبعا كان يجب حل هذه الجماعه واضافه الى ذلك ترشيد الشباب اللي كانوا منحازين لها اياميها ومضللين لان دي كانت كلها افكار غلط اللي كانوا بيبثوها في مخهم انهم ياخدوهم يفهموهم الوضع الحقيقي ايه والاسلام الحقيقي ازاي والاسلام كله سماحه وكله تفاهم وانه قبول الراي الاخر وقبول الاديان الاخرى طبعا من صلب الاسلام طبعا وده نفس الكلام اللي بيقوله الدكتور احمد الطيب شغل اثر النهارده لانه كان جالنا في المانيا مره وعمل محاضره قيمه جدا بعنوان السماحه في الاسلام نعم وهذه المحاضره صحيح. يعني لقد لغايه النهارده ما لها صدى كبير جدا في المانيا.
انا بشكر سيادتك يا فندم، شكرا جزيلا، رحمه الله على الوالد النقراشي باشا، ورحمه الله على جميع شهداء الوطن، يعني الحقيقه اللي دفعوا حياتهم ودمهم ثمن في مواجهه هذه الجماعه الارهابيه الغاشمه الخائنه لهذا الوطن. شكرا جزيلا دكتور هاني محمود فهمي النقراشي، شكرا جزيلا لسيادتك يا فندم. لسه مكملين معاكم في من مصر، وعندنا اخبار كتير ووقفات كتير، ولكن بعد الفاصل ان شاء الله، خليكم معانا. معنا دلوقتي نتكلم عن شخصية وقيمة فنية كبيرة جدا بمناسبة الذكرى 98 لميلاده، الحقيقة في نفس هذا اليوم، هو من مواليد 28 ديسمبر. قامة كبيرة جدا، صاحب مدرسة في الكوميديا، هو واحد من رواد المسرح العربي، لم يكن فقط ممثل بل كان أيضا مؤلف وكان مخرج وفرقة مسرحية، قدم العديد من الأعمال في المسرح والأعمال التلفزيونية والإذاعية. لازم النهاردة نتكلم على الرجل الكبير صاحب المدرسة، مدرسة المدبوليزم، اللي أخرج لينا العديد من النجوم على مر الأجيال. لو اتكلمنا عن الزعيم عادل إمام، الأستاذ سعيد صالح رحمة الله عليه، حتى جيل الأستاذ هاني رمزي والأستاذ أشرف عبد الباقي، حقيقة دعم المواهب طول حياته، وكان دايما أعماله الفنية ومسلسلاته ومسرحياته محفورة في وجداننا كلنا، وكمان الأغاني اللي غناها وخصوصا الأغاني اللي كانت للأطفال دايما الحقيقة كلها خالدة في وجداننا. النهاردة 28 ديسمبر، في يوم 28 ديسمبر عام 1921 كان ميلاد المدبوليزم، ميلاد الرائد عبد المنعم مدبولي رحمة الله عليه، دايما كان صانع الفكر وصانع البسمة على وشوشنا جميعا. خلوني أرحب بكريمة الفنان الراحل الأستاذ عبد المنعم مدبولي، الأستاذة أمل مدبولي. يا أستاذة أمل، مساء الخير على حضرتك. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، الحقيقه احنا نشعر بالسعاده والفخر لوجود حضرتك معانا، لانك بنت الرجل اللي احنا كنا بنعشقه ونحبه واثر فينا وفي وجداننا، الاستاذ عبد المنعم مدبولي. فاكيد لو اتكلمنا في الفن هنتكلم لبعد بكره، ولكن خليني اتكلم على الجوانب الانسانيه. هل بالفعل الاستاذ عبد المنعم مدبولي كان بنفس الصوره في البيت معاكم اللي كنا بنشوفها في حنيه الاب وحنيه الجد بهذا الشكل؟ فعلا هو كان حنين جدا، وكان حساس زياده عن اللزوم، وكان كوميدي برضو، بيقول لنا افيهات كتير في البيت. يعني كان هو نفس التركيبه اللي حضرتك بتشوفها في الافلام وفي المسرحيات، ما كانش يفرق كتير. ايه ابرز المواقف اللي حضرتك عشتيها معاه ولمحتي فيه هذه الطباع؟ يعني موقف ما تنسيهوش، حاجه معينه مريتوا بيها وضحت فعلا هذا الجانب او الطبع في شخصيته؟ لا، صعب افتكر دلوقتي الحقيقه، لانه حياتنا كانت مليانه مواقف كتير جدا، سواء كانت مؤثره او انسانيه او حتى كوميديه. طيب هل حياته طبعا يعني، لكن هل انشغاله بالسينما وبالمسرح وبالدراما وبالتاليف والاخراج، وهل كل ده خده منكم وخده من البيت، ولا كان برضو الراجل الاب البيتوتي اللي بيخلص وروح خلص شغله ويروح يقعد مع اولاده ويذاكر لهم بنفس الطريقه اللي كنا بنشوفها؟ لا، شوف هقول لحضرتك على حاجه، هو بيتوتي، يعني هو بيخلص شغله ويرجع يقعد في البيت، مش بتاع خروجات ومطاعم وسينمات وسهرات والكلام ده كله. وفي نفس الوقت كان سايب حمل مسؤوليه الـ 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 البيت بنظامه بتربيتنا بالكلام ده كله لوالدتي. ان هو كان حتى هو قاعد في البيت كان بيبقى مخه مشغول بانه هيحضر ايه يخرجه، او هيقرا سيناريو جديد او كده يعني. طيب كواليس الاعمال بتاعته ايه العمل؟ اتفضلي، انا اسف. لا اتفضل حضرتك، اتفضل. لا انا عايز اسمع انما دي، اكيد وراها معلومه مهمه. نسيت. اسالني السؤال اللي بعديه انا افتكر. طيب انا برضو نسيت، تخيلي. طيب بقول لك، لكن اكيد يا استاذه امل ان كان هو بيجهز الاعمال دي اكيد كان بيبقى مشغول وكل حاجه، لكن اكيد كان في عمل ما هو زي ما بيقولوا كده الماستر بيس، العمل الاهم اللي كان مشغول بيه وكان فرحان بيه حتى بعد نجاحه، كان ايه؟
لا، هو انا مش هتكلم على عمل معين، انما هتكلم على حاجه معينه لما كان بيجهز لها كان بتاخد منه كل وقته وكل اهتمامه. الاخراج كان بياخد منه مجهود اكتر، لانه كل الفنانين اللي على المسرح معتمدين على المخرج، حاسس بالمسؤوليه تجاههم كلهم، وبالتالي اي عمل جديد كان بيبقى ربكه ذهنيا وموتره، ولما كان بينام بالليل كان بيحلم بانه عنده امتحان وهيسقط وحاجات كده يعني. فهو الاخراج اكتر حاجه يعني بناخد منه تشغل الكيس. باله كان بتشغل باله. طيب خلينا برضو نتكلم على عمل زي واحد من الاعمال الحقيقه الجميله واللي بنحب دايما نشوفه فيها باستمرار، يعني ابناء الاعزاء. شكرا. هل لي ذكريات؟ هل الاحداث، خصوصا ان كان في وقتها نجوم كانوا لسه شباب وطالعين، فكان حطهم بالفعل على اول الطريق، تفتكر العمل ده مر عليه ازاي او ذكرياته كانت ايه لما بيجي قدامه اسم ابناء الاعزاء؟ شكرا. لا شوف حضرتك، طبعا المسلسل ده كان في رمضان، وبناء عليه ما كناش بنشوفه لانه كان التسجيل اثناء رمضان، يعني اخر لقطه في اخر مسلسل كان قبل اخر فطار في رمضان. فما كناش بنشوفه. ده من الذكريات بتاعه المسلسل ده، انه رمضان ده كله كان غير متواجد، ما كانش موجود معاك. وطبعا كلهم كانوا نجوم جداد حواليه، يعني صلاح السعداني كان معروف بالظبط كده، التلفزيون فاروق الفيشاوي، استاذ يحيى الفخراني، الاستاذ فاروق الفيشاوي الله يرحمه، يمكن ده كان اول عمل يظهر فيه والناس تعرفه، يعني اثار الحكيم. واثار الحكيم بالظبط بالظبط، كلهم كانوا لسه شباب صغيرين حقيقه. صحيح. احنا على الهوا معانا بس كام صوره، ونشكر حضرتك يعني ان الصور دي صور نادره وحضرتك اختصتينا بيها، فاحنا بنشكر سيادتك الحقيقه على اهدائنا لهذه الصور. الصوره اللي قدامنا دي مثلا كانت صوره من مسرحيه ولاد علي بامبا، مع كانت مع بوسي النجمه بوسي على مسرح الريحاني سنه 75. هل في اي ذكريات ليه كانت للصوره دي او اتكلمكوا عنها مثلا؟ لا لا، انا فاكره بس ان انا حضرت العرض كام مره، لكن مفيش ذكريات خاصه بالمسرحيه دي بالذات الحقيقه. طيب هقف مع حضرتك عند الصوره اللي قدامنا بقى. بس المسرحيه دي كانت كانت ايه؟ المسرحيه دي كانت في الفتره اللي بين مساب الفنانين المتحدين وقبل على طول ما يعمل فرقه المدبوليزم. تمام. طيب نروح للصوره برضو لحضرتك، مشكوره بعتها لنا صوره تكريم الراحل عبد المنعم مدبولي من الرئيس محمد انور السادات رحمه الله عليهم. احكي لنا ارجوك عن التكريم. الحقيقه التكريم ده ما كانش لعبد المنعم مدبولي الممثل ولا المخرج ولا المغني، التكريم ده كان للتطبيقيين على اساس ان هو كان استاذ في كل في الفنون التطبيقيه، بوصفه استاذ في مجال النحت بالمناسبه، حتى كان بالظبط بالظبط، هو كان بينحت على الخشب، حتى كان معاه وقتها كمال الشناوي ويحيى شاهين، كانوا بيستلموا جوائز في نفس اليوم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا رحمه الله على القامه والقيمه الكبيره الاستاذ عبد المنعم مدبولي، لو كان رحل بجسده ولكن فكره واعماله الحقيقه ستظل دوما خالده ان شاء الله في عقول وفي قلوب عرشاه. شكرا جزيلا كريمه الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي الاستاذه امل مدبولي، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. قبل ما نطلع على فاصل ونشوف السوشيال ميديا، حابين بس نوري لحضراتكم فيديو جميل على موقع القاهره 24، اول ظهور لكهرباء في مدرجات النادي الاهلي النهارده في استاد السلام عشان يؤازر لاعبي النادي الاهلي زملائه في الفريق في مباراتهم اللي كانت النهارده في دوري ابطال افريقيا. الظهور لكهربا زي ما حضراتكم شايفين، والجمهور كله كان حريص يلتقط معاه السيلفي، وبالتالي الظهور الاهلاوي الاول لكهربا في مدرجات النادي الاهلي على موقع القاهره 24. نخرج لفاصل، وبعد الفاصل عندنا وقفة مع السوشيال ميديا، خليكم معنا. مرحبا بحضرتك.
حضراتكم في فقرتنا اليومية الثابتة لتحليل السوشيال ميديا، مش بس عرض السوشيال ميديا ولكن تحليلها. من امبارح في تقارير إخبارية لمصادر ووكالات أنباء عالمية بتتناقل خبر استعداد أردوغان لإرسال مقاتلين سوريين ودواعش تم تجنيدهم بالفعل في تركيا، إن بالفعل بدأت طلائع وصولهم وإرسالهم إلى ليبيا بعدما تلقوا تدريب في تركيا. وكالة بلومبرج الأمريكية قالت إن البحرية التركية بتحرس طرابلس بينما بينضم المتمردون السوريون إلى الحرب. يظهر يعني واضح إن بلومبرج مكسوفة تقول عليهم إرهابيين، فقالت متمردين ماشي هنمشيها، مش هي دي القضية. نروح نشوف سريعا في المتن في التفاصيل بلومبرج بتقول إيه. بتقول إن تركيا بتستعد لنشر قوات وقوات بحرية لدعم حكومة اللاوفاق اللي هي بتاعت السراج، اللي هم متفقين مع بعض عشان يعملوا نصب شاي في البحر المتوسط، ده لدعم الإرهابيين السوريين المدعومين من أنقرة لتنفيذ مخططاتهم على الأرض في ليبيا. بلومبرج الأمريكية بتقول بالحرف في حرب عميقة بالوكالة، أو يوجد حرب عميقة بالوكالة على حد تعبير الوكالة الأمريكية، بتهدف تركيا إلى إرسال قواتها البحرية لحماية طرابلس بينما تقوم قواتها الموجودة على الأرض بتدريب وتنسيق القوات الخاصة بفايز السراج والميليشيات الإرهابية المتعاونة معاه، ده وفقا لمسؤول تركي كبير وتصريحه لي بلومبرج. طبعا بتشير بلومبرج إلى الاتفاقية اللي تم توقيعها مؤخرا، الاتفاقية البحرية ما بين ليبيا عن طريق حكومة اللاوفاق الغير معترف بها بتاعت السراج، وطبعا أنقرة اللي الهدف من الحقيقة إن هم يحاولوا يجدوا موطئ قدم ليهم في الأراضي الليبية، وطبعا الأهداف التركية معروفة في هذا الشأن. بالمناسبة في مسؤول تركي كبير ومسؤول آخر في حكومة السراج رفضوا الاثنين يفصحوا عن أسمائهم لبلومبرج، قالوا إن الجماعات المتمردة العرقية التركمانية اللي قتلت إلى جانب تركيا في شمال سوريا ستدعم حكومة السراج وهي في طريقها إلى طرابلس. الشخصين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لبلومبرج على حسب قول بلومبرج لحساسية القضية. المسؤول الليبي اللي صرح لبلومبرج قال إن الحكومة الليبية قابلت ذلك عندما بدأت قوات المشير خليفة حفتر في التقدم نحو طرابلس. ده الحقيقة موضوع مهم حبينا ان احنا نضعه امام لحضراتكم. في نقطة مهمة الحقيقة قالها رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن، والمرصد مقره بريطانيا، قال ان ما يصل الى 500 مقاتل تركماني سوري تم تجنيدهم بالفعل في تركيا قبل ما يتم نشرهم في ليبيا. ده المرصد السوري لحقوق الانسان. كمان اضاف انهم بيجندوا المقاتلين من مختلف الفصائل الارهابية من الجماعات المعارضة السورية وارسالهم الى ليبيا عن طريق الطائرات. حتى في مجموعة رسوم كاريكاتير هنستعرضها مع حضراتكم بتبين قد ايه ان هؤلاء الدواعش وهم منتظرين الطيارة بتاعتهم اللي هتنقلهم من اسطنبول او من انقرة عشان يطلعوا على ليبيا. ده احد الاشخاص السوريين اللي واضح ان جزء منهم بيكون تهجير قصري او نقل قصري لهؤلاء السوريين الى الاراضي الليبية، وطبعا اردوغان في الصورة. عدد من الصور زي ما حضراتكم شايفين اردوغان وهو بيقفز من الطائرة وممسك بالسلاح. ادي الصورة بتاعت الدواعش لاحد يعني احد رسام الكاريكاتير الاجانب. واضح ان مواعيد المغادرة، معلش نرجع لها تاني، مواعيد المغادرة اللي منتظرها هؤلاء الدواعش عشان يروحوا على ليبيا من 11 و12 13 1 2 3. واضح بمعنى ان كل ساعة في رحلة طيران تقريبا بتنقل الارهابيين من انقرة او من اسطنبول عشان توديهم على ليبيا لتنفيذ هذا المخطط التركي. نروح لصحيفة زمان التركية المعارضة في نسختها العربي على الانترنت، نشوف كتبت ايه نقلا عن قناة الميادين اللبنانية ووكالة سبوتنيك الروسية. صحيفة زمان الحقيقة اشارت الى موضوع غاية في الخطورة. ايه هو بقى؟ ان بيتبعت تم رصد مراسلات ومكاتبات ومحادثات ما بين العناصر السورية الارهابية على التليجرام وعلى واتساب ما بين عدد من هؤلاء العناصر، بيقولوا فيها ايه اللي بيتقال فيها الاتي: هل تريد الذهاب الى ليبيا؟ هل تريد ان تذهب الى ليبيا وتحصل على 2000 دولار شهريا؟
هي دي الأجرة يا جماعة اللي عن طريقها بيتم تجنيد هؤلاء المرتزقة سواء من سوريا أو من تركيا وإرسالهم إلى ليبيا بال$2000 في الشهر. النهاردة الموضوع خرج بره دائرة التقارير الإخبارية الحقيقية وانتشر بشدة على تويتر. تصدر هاشتاج أردوغان ينقل سوريين إلى ليبيا، تصدر ترند تويتر النهاردة على هذه الوسيلة المهمة للتواصل اللي هي تويتر عشان الناس تفضح النوايا الخبيثة لأردوغان في السيطرة على المنطقة. الحقيقة عدد من الأشخاص والأماكن اللي بدأت تدخل على هذا الهاشتاج من أجل فتح خطط أردوغان، هاشتاج أردوغان ينقل السوريين إلى ليبيا. تعالوا نشوف بعض من هؤلاء. حساب شؤون تركيا كتب وقال بمرتب شهري $2000 تركيا تفتح مراكز بمدينة بنغازي عنتاب، مدينة غازي عنتاب عفوا التركية، لتجنيد إرهابيين سوريين للقتال بجانب حكومة الميليشيات في طرابلس. يا أهل ليبيا طرابلس قاطع الرؤوس اللي هيرسلهم أردوغان ما دخلوا مكان إلا ودمر، ولو تمكنوا منكم سيسبوا نساءكم كما سبيت الأزيديات. مواطن ليبي اسمه آسر صديق كتب وقال تحت نفس الهاشتاج أردوغان الإرهابي ينقل ميليشياته من سوريا إلى ليبيا بالتحديد مصراتة ليدعم السراج عسكريا. حساب ليبيا ريفيو كتب وقال ده حساب ليبيا ريفيو، تجمع المحتجون أمام السفارة التركية في تونس لإدانة دور تركيا في ليبيا، ورفعوا لافتات مكتوب عليها الشعب التونسي ضد التدخل السياسي والعسكري لتركيا في ليبيا. محمد الكواري تحت نفس الهاشتاج الحقيقة ونشر شيء مهم جدا، ده اللي نشره محمد الكواري الليبي، كتب بيقول أول إرهابي سوري يتم قتله في الأراضي الليبية، السوري هذا ترك بلاده وذهب ليقتل الليبيين فتم دعسه على أيدي أبناء ليبيا الأحرار تحت هاشتاج أردوغان ينقل سوريين إلى ليبيا. وطبعا بتظهر في الصورة ده البطاقة التعريفية الخاصة بهذا الداعش الإرهابي ما يسمى بجبهة ثوار سوريا، اسمه ياسين أبو عبيدة من القوات الخاصة، طبعا ده اسم لواء الأمة، رقمه العسكري 37 وفصيلة الدم زي ما كمان شايفين الأو بلس دي البطاقة الخاصة بيه أو بطاقة الهوية الخاصة بيه. وكل ده كان تحت هاشتاج أردوغان ينقل سوريين إلى ليبيا. يا رب يحفظ ليبيا ويحفظ أهل ليبيا ويحفظ مصر ويحفظ جميع أوطاننا من هذا الشر وسرطان الأردوغاني اللي بيحاول التغلغل في أراضينا وفي بلادنا لتحقيق أهدافه الدموية الشخصية. فاصل قصير وبعد الفاصل إن شاء الله نستقبل فضيلة الإمام العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة، خليكم معنا. مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، وجي معنا مع الفقرة اللي كلنا الحقيقة وأنا واحد من الملايين بننتظرها وهو لقاءنا الأسبوعي بفضيلة العلامة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. أهلا بحضرتك يا مولانا. أهلا وسهلا بكم، مرحبا. كل عام وحضرتك بخير. كل عام وأنتم بخير والأمة المصرية بخير والعالم كله بخير. آخر حلقة على خير إن شاء الله في 2019، نلتقي العام القادم إن شاء الله على خير بإذن الله. فضلتك إزاي شفت 2019 بالنسبة لمصر وبالنسبة لنا وبالنسبة لأحوال المسلمين؟ وإحنا بندرس الاقتصاد على المرحوم يحيى عويس الله يرحمه كان يدرس لنا الاقتصاد الكلي، وكان يحيى رحمه الله تعالى أول من افتتح وأول رئيس لهيئة الاستعلامات، وكان متربي في إنجلترا، وكان أستاذه هو اللورد كينز الاقتصادي الاقتصادي الشهير. طبعا اللورد كينز حلل ما حدث في 1929 من ما يسمى بالأزمة العالمية الكبرى، 11 مليون واحد في بريطانيا في بطالة، 15 مليون واحد في أمريكا بطالة، الكساد الأمريكي الكبير، الكساد الأعظم، وأنشأ فكرة الاقتصاد الكلي. صحيح. كدراسة لهذا الكلام، فكان في مصطلح
يستعملوا كنز وبالتالي ينقلهن يحيى عويس بالسند المتصل عن كنز عن كنز نفسه. انه في تكلم كنز عن ما يسمى تراف. التراف ده معناها الحرفي مسقة الحصنة. انت عارف لما يجيبوا برميل ويقطعوه نصين كده فالبرميل بيبقى واخد الحد ده كده. في منحنى في الاقتصاد الكلي واخر شبه حرف اليو كده شبه حرف اليو يسموه تراف. تي ار او يو جي اتش تراف. التراف ده يعني انت في اسفل سافلين. التراف ده يعني انت اللي موجود في القاع. تمام. ينبغي عمل اجراءات معينه حتى نخرج من التراف ده نطلع بقى. واخد بال سيادتك؟ مظبوط. لما حدثت الاحداث في سنه 11 احنا وصلنا للترف وزلنا القاع في 2011. نعم. و ال 36 مليار دولار احتياطي وكذا ما بقاش كده. التصنيف بتاعنا كان ما بقاش البطاله زياده الانتاج اللي كله مؤشرات سلبيه وابتدى الناس ما يجوش في السياحة يعني ايه اللي بيسموه الخراب اليباب. المصريين الحقيقة اثبتوا انهم مصريين ما لهاش حل الا كده. ما حدش يعرف يعمل كده الا الشعوب صاحبة الحياة يعني اللي عايزة تعيش. الحضارة فرقت معانا يا مولانا. نخرج من القاع اللي كان في 2011 لحد الانجازات اللي تحققت الحقيقة ملموسة للعالم كله واحنا في نهاية 2019. ده حتى بيقول لك والفضل ما شهدت به الاعداء. ده خلاص حتى العدو اللي قاعد يلسن علينا ما بقاش يلسن علينا بقى ايه يقولوا ما لقوش في الورد عيب فقالوا له يا احمر الخدين. ادي ده حال 2019. ان احنا خرجنا الحمد لله. ان احنا حصلت نقلة نوعية الحمد لله. هذه النقلة النوعية نقلتنا من حالة الحضيض الى حالة المماساة. ونرجو الله سبحانه وتعالى في سنة 2020 ان يتم علينا نعمته وفضله وان يزيدنا توفيقا في كل المعدلات. كنت أسمع بعض الناس المتشائمين وهم خبراء في الاقتصاد وفي كذا إلى آخره يقول أصله آخر سنة 19 دي الدولار هيبقى ب 18 إلى 21. شوف 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 الخبرة. خبرة إيه دي؟ فإذا بالدولار يبقى أقل من 16 ب قرشين كده ولا بتاع. صح. ولما نضرب في الستاشر علشان نريح دماغنا بس. لكن ده تطور غير معقول غير معقول. صحيح انه ما هوش المؤشر الوحيد لكنه واحد المؤشرات المهمة لتعافي هذه العملة. والله كنا ونحن في البلاد الاخرى انا فاكر ان احنا كنا مرة في المملكة الاردنية الهاشمية فمعايا فلوس مصري فروحت اغيرها علشان فكه كده اردني. فالراجل قال لي طب اخده ازاي؟ الراجل بيقول عايز يغير لي بس هاخده ازاي؟ ما قالوش قيمه بالنسبه هو قيمته كام؟ هل هو قيمته اللي موجوده بتاعه ال 8 جنيه ولا قيمته اللي موجوده الحقيقيه انه ده 18 جنيه ولا 16 ولا قيمته كذا وكذا وكذا وكذا؟ انا مش هعرف. وعلى فكرة أنا محتاجه في عمالة كثيرة. صحيح. مصرية موجودة في الأردن يعني مش هيخسر معاه لكن يحسبه بكام. وصلنا إلى هذا الحد ولكن نحن الآن إحنا رافعين رأسنا بين الأمم وإن شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى الحمد لله. أن تظل هذه الرفعة يا رب. التي تحققت بإخلاص المسؤولين وبإخلاص القيادة وبإخلاص هذا الشعب وصبره
لأن الشعب تحمل وتحمل كثيرا، وإن شاء الله في سنة 2020 نرى الناس وهي مبسوطة وقد عادت إليها بعض الرفاهة التي تجعله أكثر سعادة. نعم، اللهم أمين، اللهم أمين يا مولانا. يبقى كده أي حد من حضراتكم عنده سؤال في الاقتصاد أو المحاسبة، أنا متأكد أن الصفحة بتاعتنا وفقرة مولانا هتبقى مليانة أسئلة اقتصاد ومحاسبة بعد كده. ربنا يبارك فضلك. وأنا مستعد، ما تخافش. يا رب يبارك فضلك يا مولانا. طيب ندخل في الأسئلة، وبعد إذن فضلتك وبعد إذن المشاهدين ليا سؤال في الأول. انتشرت في الايام اللي فاتت يا مولانا وبكثره الحقيقه ظاهره غريبه جدا، جروبات موجوده على شبكات التواصل الاجتماعي وخصوصا على الفيسبوك، قال عشان الستات يحطوا صور جوازهم فيعرف الستات مين الرجل المكرر اللي متجوز على مراته ومخبي، اللي خاطب واحده ومخبي وهكذا. وده الحقيقه يعني لو مشي واستمر كتير ممكن يؤدي لخراب بيوت كتير، والرجاله مظلومين بيتظلموا في الحكايه دي واضح يعني. فراي فضلتك ايه في هذا الامر؟ يعني ان يبقى في مش عارف يعني في تعريض بالناس، ان يبقى في شكل من اشكال الظلم اللي ممكن يبنى او التهور اللي ممكن يؤدي الى افساد العلاقه او هدم البيوت لا قدر الله. هو في الحقيقة ده جنة من التفكير، طبعا أصحابه بيسمون ده تفكير سلفي، لكن في الحقيقة إنه هذا تفكير رجعي. أنا مش هسميه سلفي أبدا، لأن كلمة سلف عندنا لها قيمة كبيرة جدا ولها مردود حسن، فأنا هسميه رجعي. بس يعرف بقى كل واحد على راسه كده ان كلمة رجعي معناها هو هذا التفكير الذي يفكرون فيه بالطريقة دي. تفكير الرجعي ده مبناه الشك، وهذا التصرف بتاع الناس دي اللي وقعوا في هذه الغلطة اساسه الشك. العلاقات الاجتماعية مبناها الثقة. كانوا زمان وهم يقولون البنوك ويشرحونا ازاي ماشي البنك كده هو واحدة واحدة، فيقول لك مبني على الثقة، تراست، ثقة في ثقة. واذا البنك ما تعاملش مع عملائه تعامل مع عملائه على انهم قد يكونوا نصابين قد يكونوا كذا، مش هيشتغل. ده البنك شغال لان هناك ثقة ما بين هؤلاء العملاء وهذا البنك مثلا. يعني صحيح، هناك ثقة بين الحاكم والمحكوم، هناك ثقة بين الرجل والمرأة. إذا هذه الثقة قدحت واتشرخت، يجب على المرأة التي شرخت عندها هذه الثقة أن تراجع نفسها بدل المرة 10. طيب بيجي واحد من الرجعيين دول بيقول لي يعني أنا ما شكش في مراتي؟ لا، ما تشكش في مراتك، العلاقة اللي بينك وبينها مبنية على الثقة، وتفضل تقدم هذه الثقة ومالكش دعوة بغير كده. ده الأنبياء بعثوا للظاهر ولم يبعثوا للتنقيب في السرائر. ده كلام ألف به بتاع شريعة. إن إحنا يجب أن نبني علاقتنا سويا جميعا على الثقة. لازم أثق فيك وإنت تثق فيا. حكاية الشك دي وكسرة العين تخيل أشياء تقدح في الثقة نهى الله عنها. إن بعض الظن إثم. ده في جروبات يا مولانا، في جروب اسمه حد شاف جوزي، ده مليان صور رجالة، آلاف من صور رجالة، والعضوات في الجروب عاملين يتكلموا. فلو أتى كاذب وعمل روحه إن واحدة ست وقال لها ده أنا عارفه علشان يغيظه أو علشان كذا، يبقى إذن هي جلبت على نفسها قبل ما تجلب عليه النكد، هي بتنكد على نفسها. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا إزاي نبني الثقة، فنهى عن الظن وقال إن بعض الظن إثم. ده القرآن علمنا إنه بلاش كده، بلاش كده. وبعدين قال لهم مرة يا جماعة لما تيجي من السفر تنزل على المسجد، فلما تنزل على المسجد قوم الأولاد الصغيرين يروحوا
يدوا خبر لمراتك ابويا جه مش عارف ايه ابويا جه عمي جه كذا الى اخره. فالست تتجهز اذا كانت توضب البيت اذا كانت هتعمل له لقمه تعملها كده يعني مظبوط. فواحد خطر في باله قال له الله طب ما انا ممكن الاقي مراتي دي مع حد. ايوه ده تفكير عفن. النبي بيعلمك غير كده عليه الصلاه والسلام مظبوط. النبي بيعلمك غير كده ما يطبش يعني فجأة كده ما تطبش فجأة وما تتشككش في مراتك ما تجيش مش يبقى كده نوع من أنواع التفتيش يبقى إذن هذا التفتيش يقدح في الثقة. نعم نعم. وهو بيقول لي ما تفتش. نعم. طب لما مش هفتش وهطوع وأقول له أنا أطعتك يا ربي وأطعتك يا رسوله عليه الصلاة والسلام قوم ربنا يسترها معايا ويطهر أعراقي. طب افرض عنت ربنا يعاقبني. فراجل جه قال بلا الكلام ده مش داخل دماغي وراح طبب على مراته فوجدها في حاله غير جيده في حاله فيها خيانه والعياذ بالله تعالى عقابا له. فالنبي عليه السلام قال ده عقابا لانه ما بيسمعش من جنس العمل يعني. ومن راجعين يقول لك ايه الله هو الشيخ بيدعو الى الرذيله ولا ايه ده رجعي ده بقى ده ربنا مغبش على رؤيته. شوف احنا بنقول في ايه في بناء العلاقات بين صحيح. الناس على الثقة وليس الشك وعلى الثقة وعلشان الانسان ما يتألمش وعشان يكون اكثر سعادة وعلشان يكون اكثر طاعة وهو بذهنه المريض مفيش فايدة. نعم. انتوا بتدعوا ولا ايه الى لا يا اخي احنا ما بندعوش الى الرذيله احنا بندعو الى فضيله الفضيله. لا. لا. وفضيله الفضيله تتاتى بتوفيق الله مش بحولك وقوتك. صحيح. وفضيله الفضيله تتاتى بالثقه التي يجب ان تكون بين الناس. اذن فهذا الفعل من تلك النسوه حرام حرام حرام. الجروبات دي اللي بتاعت حد شاف جوزي والكلام ده حرام وتلاعب بمقدرات أمة ليس عندها وقت لهذا العبث. أكيد. ويجب علينا أن نتدرب على ما يفيدنا لا ما يضرنا. بارك الله فيكم يا سيدة بارك الله فيكم. نتحول لأسئلة حضراتكم على صفحتنا على الفيسبوك. نروح لأول سؤال من الأستاذة لبنى أحمد بتقول هل الروح تعذب أم الجسد يا مولانا؟ لما تأملنا في الكتاب وفي السنة وفي المنقول عن الأنبياء من جهة في الكتب المقدسة والمنقول عن السلف الصالح مما تلقوه من معارف أهل الكتاب السابقين أو من معارف السنة المشرفة تكون عندنا الآتي إن الإنسان جسد. الجسد ده فيه روح ونفخنا فيه من روحنا. لا. بعض الناس تفتكر روحنا يعني روح الله. لا هو ربنا ملوش روح ده الروح مخلوق لله زي لما نقول بيت الله. ها ادخل بيتنا بيتنا يعني ايه يعني البيت بتاعي اللي هو الكعبة او المسجد بيت الله. ان بيوت الله في الارض المساجد. يبقى اذن الكلمة روحنا روحنا ده معناها الروح المخلوقة لله التي قال فيها يسألونك عن الروح قل الروح من أمر الرب. وليس حاشا لا أن يكون لله روح. لا بارك الله فيكم يا سيدنا. لا ده هو قائم بنفسه قيوم السماوات الله الحي القيوم الله. فالروح دي نسبها لنفسه تعظيما لشأنها. نعم. لأن بها الحياة وبها الحركة المريدة فدخلت الجسم. لا. يبقى عندنا عنصرين جسم وجواه ايه روح. روح الروح دي دخلتها النفس بقى عندنا ثلاثة. فالانسان ده ثلاثة جسد جواه روح وجوه الروح نفس نفس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. والنفس دي هي اللي هتتصل بالقلب وبالعقل
وهي اللي هيبقى عليها الحساب والمؤاخذة والطاعة والمعصية وكذا إلى خير من النفس. النفس اللي جوه الروح، الروح اللي هي جوه الجسد. صح كده. طيب الواحد لما بينام قوم نفسه تطلع. صحيح. يعني ايه نام؟ يعني نفسه طلعت، يبقى اللي فاضل ايه؟ جسد فيه روح. فيه روح. الروح دي بتعمل ايه؟ تخلينا نتنفس. صح. قلبي بيدق، الدورة الدموية شغالة، العملية الهضمية شغالة، الجسم بتشتغل عشان يبقى على قيد الحياة. انما النفس كده فوق. النفس فوق خلاص، خرج كده. واخد بالك؟ هو الذي يتوفى الانفس حين موتها، حين موتها والتي لم تموت في منامه. في منامه. يبقى اذا في المنام النفس طلعت كده. لما يجي النفس ترجع تاني قوم تلاقي عينك فتحت كده، ها رجعنا تاني الى اليقظة والى شغل العقل والى التكليف. طيب رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، لانه انا خطبك تقول لك صلي وصوم ازاي يعني، وامتنع عن الغلط وامتنع عن واعمل الصح. ده نفسك مش فيك، ما هو نفسك اللي بتاخد وتدي معانا الفاهمة المدركة مش فيك. ولذلك سموها الفلاسفة النفس الناطقة. ناطقة يعني الواعية، يعني الفاهمة، اللوجيك، يعني المفكرة، عندها منطق. فاذا الجسد جواه روح. طب جسد وروح وما فيش نفس، يبقى بهيمة. ما هي البقرة كده، جسد وروح وما فيش نفس، تشوف شوية برسيم بعيد كده تمشي ورايحة لهم عشان تكون، لانها تعودت ان الحاجة الخضرة دي ينفع انها تاكل وتودي الجوعة بتاعتها. صحيح. اذا دي ملهاش نفس ناطقة. اللي ليه نفس ناطقة الانسان علشان يتحاسب بيها. نعم. ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملناها واشفقنا منها وحملها الانسان. ليه؟ علشان تدخل فيه النفس الناطقة اللي هيتقعد يحاسب فيه فيها. صح. يبقى اذا الانسان ثلاثة، جسد فيه روح، وروح دي فيها نفس. جاي يموت بقى. الروح تطلع. صحيح. طلعت الروح، قوم الاقيه ما بيتنفس، ولاقي قلبه ما بيدقش، ولاقي الدوره الدمويه ما فيش، مش موجوده، ولاقي العمليه الهضميه راحت خلاص، ولاقي الحراره اللي في جسمه بقى بارد، ولاقي الله 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 الله. فاللي باقي لي ايه بقى هنا؟ الجسد. والجسد ده بشيله اغسله واكفنه واصلي عليه وادفنه، وإذ بي يتحول لتراب. العنصر الأول الذي خلق منه الإنسان. صحيح. يبقى إذن الجسد ده فاني. الروح لما طلعت، طلعت لابد ومعها النفس لأنها جواها. الاتنين مع بعض. ما ينفعش الروح تطلع والنفس تبقى. لأن مزبوط. النفس جواه الروح. الروح. فأنا شلت الروح يبقى شلتها بالنفس. الروح طلعت وخدت بعضها ومشيت الى حال سبيلها الى ما بعد البرزخ، ومن ورائهم برزخ الى يوم يرجع. بوابه كده تعدي منها ما تعرفش ترجع تاني. الروح اللي فيها النفس دي هي اللي في البرزخ. الجسد بقى خلاص بقى جسد هنا، مفيش حاجه، لكنها في اتصال زي الاتصال اللي دلوقتي حاصل بيننا وبين المشاهد اللي في البيت. مشاهد شايفنا. طب شايفنا عن طريق ايه؟ احنا مش معاه في الاوضه، بس احنا معاه في الاوضه. لا، هي في الحقيقه صورتنا هي اللي معاه في الاوضه. صح. لكن احنا موجودين في مدينه الانتاج الاعلامي في الاستوديو. لكن احنا دلوقتي صوت وصوره وكلام وتفاهم عند المشاهدين، عند المشاهد وهو قاعد في اوضته اهو. احنا بالظبط كده العلاقه بين الروح ذات النفس طبعا وما بين الجسم، زي القمر الصناعي كده والتلفزيونات او محطات الريسيفرات، في علاقه. بالظبط كده، خيط ممدود، شعاع ممدود، في شعاع ممدود، فيه فوتونز، فوتونز ومضاد، في اي حاجه بقى ما احناش عارفينها. لكن في انه في كده. فالروح لما طلعت
بيتفتح لها حاجة زي الشاشة كده زي الستلايت. على انهي محطة بقى؟ والله اذا كان من المحسنين والصالحين واللي بيعمل خير في الناس تتفتح لها كده محطة جايبة الجنة ومتاع ومش عارف دي النفس المطمئنة فدي ربنا النفس ذكرها المطمئنة. النفس المطمئنة وده ايه؟ نعيم القبر. بيتفتح له يعني اللي في الجسد ده اللي في الارض اللي في القبر بيتفتح له شاشة ولا لينا دعوة خلاص بالجسد الجسد بس في شعاع بينه وبين الروح الروح هي اللي بيتفتح لها لان طبعا. النفس هي اللي بتفهم مزبوط. وهي اللي بتشوف وهي اللي بتضايق فلما بيتفتح للعاصي او لغير المؤمن بيتفتح له حتى بيتفتح له والعياذ بالله على العقاب والعذاب وكده الى اخره فبيتضايق ريحة وحشة هنا ما عندناش ريحة لسه في الساتلايت تخيل بقى انه بقى بريحة ومش صوت وصورة وصلنا ليها والوان وبتاعه مش عارف ايه لا حط عليه في حاجة البعد الخامس كده البعد الخامس العاشر بالظبط فيتضايق ايه الغم والقرف زي ما تفتح محطة تلاقي قتلى وتلاقي دمار ودم وقرف لكن لما تفتح وتلاقي جناين وحيوانات بتلعب مع بعضها النفس ترتاح او الروح ترتاح بالظبط فده نعيم القبر وده عذاب القبر ولله المثل الاعلى بنضرب الامثله لان في الناس يقول لك يعني ايه عذاب القبر هو الجسد ده هيتعذب لا مش الجسد هو اللي هيتعذب اللي هيتعذب اللي بيشعر وبيدرك فبيعرض علينا النار يعرضون عليها يعني بيفتح الايه الشاشة يعرضون عليها بيبص اول ما يبص بيكتئب صحيح صحيح فاذا ده هو ما يسمى بعذاب القبر بس عايز انبه الناس هنا في حتة علشان تكمل الصورة ان تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة 50,000 سنة يعني الساعة 2000 وشوية يعني سيدنا المسيح عليه السلام كان من ساعة في الزمن يعني سيدنا النبي انتقل من 3/4 ساعة بس فالارواح فوق بتحس كده بتحس انه كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم واخد بالك صحيح لما قالوا للراجل عزير لما فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام الجماعة بتوع أهل الكهف ربكم أعلم بما لبثتم لأنه قالوا هو يوم أو كده هم 300 سنة وشوي وتسعة فإذا القضايا مختلفة في عالم مختلف فهو فاكر يا عيني أنه جده اللي كان بيعمل معصية ان هو في عذاب الله المقيم دلوقتي لا ده هو واحد بيتفرج على برنامج صحيح. او على صور مؤذية او واحد بيتفرج على صور مفرحة والاثنين موجودين نعم بارك الله فيكم يا سيدنا بارك الله فيكم عايز اخد سؤال للأستاذة سارة جميل أستاذة سارة جميل بتسأل فضلتك زادك الله علما نافعا هناك طرق كثيرة فكيف اعرف الطريقة الصحيحة وامشي عليها او تتبعها ولماذا كثرت الطرق وادعوا لي يا شيخنا الجليل أنا وأهلي بالفرج وصلاح الحال الطريق إلى الله سبحانه وتعالى مقيد بالكتاب والسنة فما كان قريبا من السنة يبقى هو ده الطريق الأقرب للأخذ به دين الله سبحانه وتعالى مبني على اليسر فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إنما بعثت بالحنيفية السمحة عليه الصلاة والسلام يبقى إذا لما باجي أختار طريق أختاره أقرب إلى السنة وأختاره أقرب إلى اليسر وكلما قرب الطريق من السنة أو من اليسر كان أولى بالاتباع من غيره لماذا تعددت الطرق لتعدد المشارب في واحد مشربه الاجتهاد زيادة عنده شوية كده عايز يعمل ويشتغل عايز يتعب وفي واحد مش عايز يتعب وكلاهما على خير
فالطرق مختلفة لاختلاف المشارب. والطريق كما يقول الجنيد مقيد بالكتاب والسنة، والطريق يختار للقرب من السنة. نعم. والقرب من اليسر. نعم. أدي القضية، هو ده الطريق، هو ده الطريق. طيب طريق إلى الله ده شكله إيه؟ الذكر والفكر. الذكر والفكر. فاذكروني أذكركم. نعم. واشكروني ولا تكفرون. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. الله. يذكرون الله. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يبقى الطريق إلى الله سموه الطريق لأنه عامل زي الشارع اللي آخره المقصد ومقصود الكل هو الله. فأنا ماشي في الطريق ده بإيه بقى؟ إيه الخطوات بتاعتي؟ الذكر والفكر. الذكر والفكر. نروح نشوف النبي ترك لنا ايه في مجال الذكر، والنبي ترك لنا ايه في مجال الفكر، ونمشي بالذكر والفكر. بتفكر في ايه؟ بفكر في كتابين من عند الله، كتاب الله المسطور اللي هو القرآن، وكتاب الله المنظور اللي هو الأكوان. نعم. يبقى الأكوان والقرآن من عند الرحمن. نعم. يبقى أنا بتأمل، أفلا يتدبرون القرآن؟ يبقى أنا مأمور بالتدبر بتاع القرآن، التفكر ده. نعم. وكمان أفلم يسيروا في الأرض فينظروا؟ يبقى أنا مأمور بقراءة الكتابين. نعم. ولذلك ربنا كرر القراءة على سيدنا النبي عليه السلام، قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ. الله. تاني طب الاولاني كتاب الله المنظور، الثاني بقى اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم اللي هو الوحي. نعم. علم الانسان ما لم يعلم. قراءتين، الذكر والفكر. الذكر الله. والفكر والقراءتين، يبقى العملين والقراءتين. واحنا ماشيين في طريق الله هنشوف مبشرات واشراقات، رؤى والهام وتوفيق وإشارات ولا تلتفت إليها. دي نعمة من النعم. هو الواحد لما يكون عنده فلوس يبقى مرضي عنه من الله؟ لا. هو الواحد لما يكون عنده صحة يبقى مرضي عنه من الله؟ لا. الصحة نعمة والمال نعمة. لا. لازم النعم دي ليها وظائف، إنك تعين بها الغير، إنك تعمر بها الأرض، إنك أنت تعلم بها الناس نعمة العلم، انك انت كذا. طب افرض استعملتها في الكبر والفساد والطغيان يبقى نقمة. يبقى هي النعمة اللي ربنا انعم بها ما احترمتهاش. صحيح. وهتؤخذ بيها وتحاسب عليها. ولا تعجبك امواله ولا جسده ولا اولاده. فاذا هنا في حتة مهمة جدا، وهي ان الاشراقات دي اللي الناس بتلتفت اليها ملتفت لا يصل. انا بعبد ربنا، جات لي اشراقات اهلا وسهلا، ما جاتش اشراقات اهلا وسهلا، انا بطيع وبعمل وبمشي بقلب ضارع لله. بارك الله فيكم يا سيدنا. يا رب. الاستاذة رنا بتقول لحضرتك، رنا احمد سؤالي لحضرتك، ازاي استحضر القلب بقى في العبادة؟ يعني انا بصلي وبصوم وبقوم الليل احيانا والحمد لله لي ورد من الذكر، ولكن يبدو ان القلب بقى ساعات بيكون ساهي في الدنيا، فما اكتر تلاهيها. لما قال فاذكروني اذكركم حل الحكاية، بس الذكر بقى ازاي؟ قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. النبي قال أحب الأعمال إلى الله أدوامها. نعم. وإن قال، يبقى إذن الذكر اللي أنا هقوم به يجب أن يكون ذكرا مستمرا، وهذا الذكر المستمر يكون كثيرا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإن لازم، ولذلك في حاجة يسموها عمل اليوم والليلة. النسائي ألف فيها وابن تيمية ألف فيها وذلك كل العلماء ألفوا فيها. ايه عمل اليوم والليلة ده؟ قال ما هو في صباح وفي مساء. المساء عند العرب تبدأ من الساعة 12 الظهر، ولذلك الأجانب خدوها مننا. بعد 12 يقولك مساء الخير، مساء الخير. قبل 12 يقولك صباح الخير. صحيح.
ال 12 دي اللي هي بتاعت الظهر دي، دي هي الفاصل بين الصباح والمساء. وفي نهار وليل، النهار من الفجر للمغرب والليل من المغرب للفجر. عمل اليوم والليله يبقى ده دي شغل وده دي شغل. كأن اليوم ال 24 ساعه مقسم الى قسمين، صباح ومساء او نهار وليل. يبقى بعمل الورد بتاعي في الصباح يبقى بعمله مره تانية في المساء، بعمل الورد بتاعي اللي هو بتاع النهار يبقى بعمله مره تانية الليل في الليل بكرر. فالنبي عليه السلام علمنا ان احنا كل يوم نستغفر ربنا 100 مره ونصلي على النبي 100 مره ولا اله الا الله 100 مره وهكذا. طب والعائشة مولانا ما لهوش ورد؟ يعني لما بيفتكر سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم او بيصلي على النبي، لما بيخطر في باله حاجه او بيستغفر، بس ما لهوش ورد دائم؟ وناس كتير زي حالاتي كده، مسلم وحلو وكويس وزي الفل، لكن هي بتسال على الاستحضار. صح. فالاستحضار حاجه عايزه حته زياده اكيد، واخد بالك؟ لكن اللي انت بتقوله ده جميل، اداء ها اداء اداء، بس مسلم ومؤمن وطيب وكل حاجه وما بيعملش حاجه غلط، ولكن هي بتسال على معنى تاني. تستحضر القلب بقى. انا عايز استحضر القلب. انا بقى يبقى ايه؟ بتقوم الليل احيانا يعني زي الله. اللي بيقول لك ده اصله هو عايز ياكل عيش، ياكل عيش يعني يعيش حاجه، لكن التاني عايز ياكل بقلاوه. صحيح. ففي فرق بين العيش وبين البقلاوه. عايزين ناكل عيش يا مولانا. ناكل عيش مفيش مانع والله، يعني مفيش مانع، مفيش مانع يعني. العيش حلو. صحيح. كويس برضه ماشي. الحمد لله. لكن البقلاوه طبعا عايزه شويه بقى شغل تعب. هي البقلاوه بتتعمل ازاي؟ طبقات طبقات طبقات. فالجماعة الحلبية عملوها 60 غازي عنتب في شرق تركيا كده، وصلوها ل 80 رق. 80 رق. كل ما الرق يخف كل ما تكون أجود في الطعم وفي تشربها للسكر إلى آخره. طيب أنت دلوقتي طالب لي بقلاوة، طب البقلاوة دي ليها جهد. صح. واخد بالك؟ لان العيش ده بيقدده كده وبيرميه في النار بيستوي. كيلو العيش بكام وكيلو البقلاوه بكام؟ اهو كده. يبقى اذا احنا الاستحضار ده البقلاوه. اهلا وسهلا. ده اسمها القلوب الضارعه. هو ده اللي محتاج لبرنامج شويه زياده نافله. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. لا. فان احببته كنت سمعه الذي يسمع به. لا. لا دي درجه بقى تاني. وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها، ده يبقى عبد رباني. صحيح. يبقى احنا بنتكلم على مستويين. لا. في فرق بين الانسان ولو كان كاملا وبين الانسان الرباني. الانسان الرباني بقى ايه؟ عايز شويه بقلاوه بقى. نعم. ماشي بنور الله. ماشي بنور الله. الله. ربنا يبارك فضلتك يا رب. طيب لينا مجموعه اسئله كده سريعه لفضيله الدكتور خاصه بقى بالعبادات وخصوصا الصلاه. السيده انعام حسين بتسال فضلتك سؤالي كم عدد الركعات في الضحى؟ انا اصلي مثل رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، صح ام لا؟ 4 ركعات فقط. تقول هي بتصلي 4 ركعات كده سنه ولا مش؟ النبي وصى بصلاة الضحى وقال لنا انه اخرنا 12 اخر حاجة 12 بس هو ما صلاش الضحى. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي الضحى؟ لا، لانه كان فرض عليه قيام الليل. وربنا قال له ايه؟ ان لك في النهار سبحا طويلة. ففي النهار كان بيرتاح علشان يعرف يقوم بالليل، لان الليل ده فرض زي الظهر والعصر وبالنسبة لينا كده فرض. ولذلك قالت عائشة والله ما نام ليلة قط ولم يقم ليلة كاملة قط. نعم. كان يقوم وينام ولكن ده فرض عليه. نعم. القيام الليل. نعم. لكن الضحى ده حاجة تانية. نعم. وهو قال صلى الله عليه وسلم صلاة النهار مثنى مثنى. نعم. ركعتين ركعتين. يبقى الست دي بتعمل مثنى ومثنى حلوة. نعم. قوي وتستمر على هذا يبنى لها قصر في الجنة. نعم.
الله بقى اعلم على كل ركعتين ولا على كل يوم ولا كذا، فهي على نهج رسول الله وعلى كده. بس سيدنا رسول الله ما كانش بيصليها اصلا عشان اقول لها ايوه الاربعه، لا الاربعه صح، لانه مثنى مثنى والاثنين دول بتعملهم مرتين. بتقول انا اصلي مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله اعلم بقى هي ازاي. خلي بالك انه السنه منها ما هو قولي ومنها ما هو فعلي، فهي مثل رسول الله ما قال، نعم، مش ما فعل. نعم. بارك الله فيكم يا سيدي، زادكم وسهل. من العلم ومن النور. الله يخليكم، كل عام وانتم بخير مكرم. اتم بصحه، شكرا جزيلا لحضرتك، وشكر موصول لحضراتكم، ونراكم ان شاء الله غدا على كل خير. الى اللقاء.